جايدين في حلقة جديدة من برنامج رشيد شو. واو 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 جمهور في الشو. تبارك الله عليكم. اليوم حاضرين معنا جوج ديال الحماق ما عندهمش جرام ديال العقل. تعرف عليهم الجمهور من خلال بزاف ديال الاعمال الكوميدية. هما مشاركين الان في برنامج ماستر شاف سيليبريتي. اليوم غنتعرفوا على ضيوف حلقة اليوم في هاد الصور هادو ونرجعوا. كفي البرمة على فمها تخرج البنت شبه لمها. كفي البرات على كفاه يخرج الدري شبه لباه. حنا مقوان قلبو في الماعن تقال يشبه ليا شي واحد. عندي بقشة بويس 3600 ريال، عندي جاستن بيبر 11000 ريال. لاحظتوا معايا واحد القضية؟ فاش كنمشيو عند مول التصاور خصوصا ديال لاكارت ناسيونال وخا تجيب لي وجهك واقف مقد ضروري تيفيكس لك شي شوية بحال هكا. زيدو حمرا يدير لك سوان فيزاج. اسمع شو هذا؟ خلعني. كنخاف. الدجاج عندك مالح خصو يتعالج. خصنا شي دجاج باش نداوي ديال التحاليل. شحال تخلي لي قربا؟ السلام عليكم. كلشي كيعرف انه ماستر شاف طبعا داروا برنامج اخر حداه اللي هو ماستر شاف سيليبريتي. وهذا ماستر شاف سيليبريتي شاركوا فيه بزاف ديال المشاهير بينهم انا في النسخه الاولى. ولكن هاد المشاهير هادو تبهدلوا وبانت الحقيقه ديالهم في هاد البرنامج هادو. نخليكم تشوفوهم هاد الصور هادو ونرجعوا. قال لك اسيدي نعسب لك الدين. عندي واحد السؤال، واخا نتصل بالوالده نسقسيها كيف هاد الشيء كيخدم. كان بكي قبل ما نخسر. جيتي على العافية أبو حرام عليك. ابتسام أش خاصك؟ شو عندي هذه دايبة هاد الشيء هاد العجب؟ ديري على حالة. ويلي 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 ويلي. لا لا مشى ليا داك الشيء. أشي شنو؟ الحل اللي غندير هو غادي نعتقل الموقف غنحيدها تشد لك خيب، لأن الخيب ما صدقش ليا كيما شتي. كنشوف قال لك مقاديري اللي تزقلت ما غيبقاش. والله حق مولاي لا تخرجتي علينا. عندي ام تيتوسي مع البطبوط ما بغاش تنفخ ليا. عطات لي بلا في ساعة واحدة. واخا نكون أنا هو الشيف محقق. ليت رونص 150 غرام درتو. 150 غرام كاين صافي. اسكت لحظتك. واش ما خفتيش رشيد؟ انا بالعكس ولا صديقي. صافي الله عزيز الله اخرك سيدي. ما خفتش انا ما انتريساتني الخدمه كاع داك الشيء درت. وما كانش عليك الطحانه وهي سخونه. مي والله حتى كاين واحد لو ستريس لي ماشي بحال كاس الدار كطيب اكسيتيرا. اوف ماستر شاف سيليبريتي طبعا المشاهير كيكونوا كيتعرضوا لبزاف ديال المواقف بزاف ديال الطرائف في الكواليس. نخليكم تعرفوا على مجموعه من الطرائف اللي كيعيشوا هاد المشاهير في هاد الصور هادو ونرجعوا. شنو الاسم اللي قلتي لي ذاك؟ الله اكل اخويا اكل. ما والله ما ناخذنا بين لك اكل اخويا صح. هذا جهد عليكم، هذا جهد عليكم. وبابا لي خروبه وتراسيت
ابتسم قلبه عمد الزواج حبيبة وجرحتني ميرلا 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 الصمو ميرلا الصمو مشاهدينا غادي نستقبلوا الضيوف ديال حلقه اليوم. استقبلوا معي بحراره عافاكم رشيد رفيق وقمر السعداوي. Vraiment, tu bourges sur la. Merci beaucoup. C'est très gentil, ça fait plaisir. Chokran. Salam, salam, ala Rasulallah. Il est shahid al shahidna Muhammad. Allah salam. مرحبا بكم وداخلين سخان تبارك الله توجور وانتي ها 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 بيان سور تبارك الله عليك قمر السعداوي شكرا اللي معروفه طبعا بلقب حمقه الحمد لله انتي حمقه في الواقع نيت انا حمقات حمقات فيك بزاف ديال الحمقات وهاد الحمقات غنخرجوها منك اليوم وغادي نحمقوك في الحلقه ديالي ما غاديش نديرها الله اكبر المهم رشيد رفيق صافا الحمد لله توجور صافا كيداير الفرنسي Ça se passe bien maintenant, je veux régler maintenant et beaucoup de choses pour la langue française parce que déjà les amis. Ramadan, Ramadan, dialogue en français. Ramadan, bienvenue le Maroc, c'est la première fois. Oh, allez, allez, allez. Pour le Ramadan, bon appétit tous les Marocains. Ramadan Mubarak Saïd. Bey. كتكثر من الكوزه بنتي ليا سي رشيد هو في رمضان كيحلى سلو كتعرفوا الشباب كيعجبهم سلو حيت فاش كتاكلوا كتسل زعما كي شكرا قمر اول مره غادي نشوفك هكا بجلالب جلالب وي وي اول مره انا كنشوف اول مره كنشوف راسي بجلالب تبارك الله عليك وزيانيتي وتبوكستي علاش كنت خايبه لا ما كنتيش خايبه غير الصراحه الابتسامه ديالك الشعاع ديال الابتسامه ديالك ملي كنت صغيره كانوا كيقولوا لي سبحان الله اش كيقولوا لك؟ ما عندك ابتسامه زوينه اول حاجه تعرفوا في هذا الموسم هذا درنا واحد الفقره ديال الحاله المدنيه باش نقربوا الضيوف وسمحوا لي صوتي مريض كنعتذر ايضا للجمهور كيشوفنا باش نقربوا الضيوف من المشاهدين نسولكم على الاسماء ديالكم حقيقيه اسم كامل قمر قمر السعداوي جنسية مغربية سن 20 عام آخر ثمان 30 عام السن الحقيقي شنو هو 30 عام 30 عام الحالة العائلية متزوجة غير هو المتزوجه انت درتي داك ديال تزوج ما قالها لي حتى حد ما ساق لك الخبر خلافا لمجموعه من الفنانين اللي كلهم كيديروا العراسات والهيلاله وداك الشيء انت داك الشيء سكوتي ماشي ما شفناك في عم ماريا ما شفناك في هذا ما شفتونيش ما شفتونيش وصافي واش هذا واش هذا تزوجتينيش ولا كاميرا خفيه لا لا تزوجت ولكن ما درناش العرس باقي عاد ناويين نديرو راجلك شنو السميه ديالو شارل انطوان ما يكون بس اللي يوريك تحية لي تحية لي تحية لي الجنسية ديالو منين؟ فرنسي فرنسي والله يكبر كنتفاهم انا وياه في الهضرة شاغل لا لا شوفوا كي كيهضروا ساعة اش كيقولوا ما عرفتش كنتلاقاو في الشاغل دوكو داك المطاج
الله يكمل عليكم بالخير. شكرا. السي رشيد رفيق الاسم الحقيقي طبعا. اسم رشيد نسب رفيق. الهواية كرة القدم. الجنسية مغربي ان بو ألماني. سن 29 سنة كنطلع على 30 بحال قلتي 31. مسقط الرأس ديالك. مسقط الرأس ديالي سباتة درب خالد الزنقة 4 رقم 15. شحال تلبس في رجلي 41. في لوبول كنلبس اف سافو دير فاسيل. مالي ساك براشيد. براشيد انتم شاركتوا في ماستر شاف سيليبريتي هذا العام. وشنو علاقتكم بالطياب بعدا نسولكم واش عاد دخلتوا واش عندكم بعدا شي تجربه في الطياب ولا عاد دخلتوا للتجربه بلا انا حيت انت قمر بلا ما نسولك باينه فيك على بغيتي تسول العلاقه بالكوزينه باينه في شنو؟ العلاقه بالكوزينه. العلاقه بالكوزينه راه هادشي اللي غلطين فيه الناس غلطين فيه بزاف بزاف بزاف. بالعكس قمر تتصوب شي هوات واعرين تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله مسوله وكلشي ما كتبانش فيا مالوغوزمون. لا بصح كتدخلي الكوزينه راه لا لا عندي هوايه ديال الطبخ. شنو شي هوات اللي كتعرف طيب؟ بلدي داكشي بلدي داكشي طواجن بسطيله رفيسه تبارك الله بعد الاستراحه. وانت وانت رفيق انت؟ انا اخويا الماكله انا تناكل كنكونسومي اكثر ما تندخل الكوزينه. الكوزينه كندخل الا بغيت نشوف شي حاجه في الثلاجه في تالي الليله الشباب ولا دي من جهه. الثلاجه ديالك باش عامره؟ الثلاجه ديالي انا فيها قبل الشهره باش كانت عامره؟ قبل الشهره ورا الشهره. تعطينا ثلاجتك قبل الشهره وثلاجتك بعد الشهره. لا اصلا احنا قبل بعد الشهره كانت عندنا ثلاجه وحده دونك فيها احنا والجيران اللي معنا فهمتي. كل واحد كيحط في بلاصه ديالو تيسورتها ولعيبه وتيكيتات. دابا الحمد لله دابا عندي ثلاجه صغيره ديالي انا. لا ثلاجتك قبل الشهره شنو كان فيها؟ ملي كنتي كتحلها واش كان قلبك تينشرح؟ لا انا الثلاجه قبل الشهره فاش كنت كنحلها بحال قلتي يا اكسسوار في الدار خصو يكون اصلا ما فيهاش الداخل ما فيهاش داكشي اللي خصو يكون في الثلاجه. تقدر تلقى فيها قميجه ما فيهاش سبيت ما خدامه الثلاجه ديالنا حنايا فاش قبل الشهره صراحه كنتي كتحلها راه كيبان لك القرايه ديال الماء وفم ديال جداك الفوق ما كاين والو. الحمد لله اللهم لك الحمد. وميساج زعما كاع الناس هي الثلاجه واخا تكون خاويه واخا تكون عامره خاصها تكون القناعه ديال القلب. الانسان كيكون ديجا شبعان واعر في العقل ناري. حنا واحد القضيه المغاربه فيهم واحد الطبع انك كتحل الثلاجه كتبقى تشوف فيها بعض المرات وكتعاود تسدها كتسها. هاد القضيه فينا بزاف حنا كنديروها كاينه ولا ما كاينه؟ كتوقع بعض الخطرات كاع حيت حنا كنساو دغيا. بعض الخطرات كاع كتسخرك لامك تجيب شي حاجه من الثلاجه كتمشي تتحل في الثلاجه وكتقول شنو قالت لي نجيب. كتبقى تفكر كذا كذا كتعاود ترجع عندها تفكرك شنو كتجيب. يعني الثلاجه عندنا مع علاقه وطيده جدا سيرتو في الحال سخون فهمتي. اليوم راه كانت الحراره. رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه باش نتمنى لك الشعب. رشيد رفيق انت علاقتك بالطياب كي دايره؟ كتعرف طيب؟ الطياب خويا انا عندي البنه في يدي ولكن ما كنعرفش نطيب تنحرق فهمتي. كيقولوا البنه في الحرق ولكن هي قول لي تبهدلتي في ماستر شيف سيليبي. بزاف ماشي تبهدلت هي بزاف. اول مره كنسمع بشي حاجه سميتها صوتي انا ما كنعرفش كان صوتي صوتي سمعت صوتي بزاف كثر ما سميت انا صوتي هذه مع صوتاس وكذا. استفدت شي حوايج كنعرف نصوب الفريت نعرف نصوب البيض مقلي البيض مشقوق البيض يلاه جاي من الرياضه تنعرف نصوب فوالا ستيك طاجين خيلوطه فوالا هادشي اللي تنعرف نصوب فوالا درت لهم داكشي اللي تنعرف. وانت حتى اللي بقيتي في المسابقه بقيتي حتى الفينال؟ انا في المسابقه الصراحه تقصيت من الدومي فينال. انا نورمالمون من الاول مقصي حيت ما كنتش كنطيب انا كنت كندير الامبيونس. قمر انت تالقتي في المسابقه طبعا ما نقدرش نقولوا شكون اللي فاز باللقب ولكن انت واش كنتي متميزه في هذه المسابقه هذه؟ كنت متميزه جدا جدا باينه فيك باينه. لا الحمد لله بالعكس تعلمنا بزاف الحوايج من ماستر شيف بزاف لي تكنيك بزاف تبارك الله عليك. اسمحوا لي غنقطعكم واحد المساله خارج على الموضوع ما عندهاش علاقه بهذا الشيء اللي تندوي عليه. حضر معنا واحد السيد كيشبه الولد كريستيانو رونالدو والناس مبرزطينه في مبرزطينه في المدرسه تيقولوا لي الجلالي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. كل شيء بخير؟ كل شيء بخير. شنو سميتك؟ ايمن شحم. واش كيعيطوا لك في المدرسه؟ الجلالي. كيعيطوا لك الجلالي.
ملي متى الدراري صحابك كله كيعيطوا لك بهذه السميه هذه؟ شحال دابا هذا الوقت؟ بزاف. وقلقاتك هذه القضيه هذه؟ قاش كتقلقني دابا؟ وفي الاول قلقاتك؟ اه. علاش قلقاتك في الاول؟ حيت جلالي سميه قديمه. كنتي بغيتي هيتم؟ اه؟ لا. وانت اش كيعجبك؟ كريستيانو ولا ميسي؟ كريستيانو. كاين بزاف ديال الناس رشيد اللي كيكون عندهم شبه مع فنانين ولا ابناء ديال الفنانين، وكتلقى بزاف الناس كيتبعوهم كاين هذا يا كتوقع هاد القضيه. وقعت انا كاين واحد الصديق نيت كيشبه لي انا، كاين في الرباط كيوقفوا عليه الناس رشيد رفيق صافا تيتواضع معاهم تيتصور واش كاين شي جديد، كيقول لهم صافا الحمد لله سامارش حماقه ايوا مرتاح حماقه. انت كيشبه لك شي حد ولا ما؟ لا انا كيقول لك نشبه لماريا كاري بزاف. اشبه لك بصراحه؟ اشبه لك كتشبه لماريا كاري؟ شارابوفا. واحد قال شكون؟ شارابوفا. واو 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 واو. يخليك ليلي. الله يحفظك. تبارك الله عليك. رشيد رفيق وقمر السعداوي، مع اليوم غادي نتقربوا منكم اكثر، غادي نهضروا على تجربتكم في ماستر شاف سيلي بغيتي، وعندنا لكم بزاف ديال الاسئله وشي شويه ديال الانتقادات. واش نقدر ننتقدكم ولا العواشر هذه؟ وي شاف وي شاف شاف وي. مرحبا على راسك. على ذكر وي شاف، كي داير علاقتكم مع شاف محا؟ غزاله غزاله العلاقه ديالنا معاه، لان داك السيد رائع وانا من لي فان ديالو شحال هادي، بيسكو انا كيعجبني الطبخ. الاحساس ديالكم فاش كان شاف محا كيتذوق الماكله ديالكم، انت واقف حداه بحال داك التلميذ كتسناه شنو غيقول لك؟ الصراحه الشاف محا بعدا مع كتشوفو مع احتراماتي ليه كتبان لك العطريه، كيبان لك الحم، كتبان لك الماكله. فريمون فاش كيوقف حداك انه غيذوق شي طبخ يعني كتبقى تشوف رده الفعل ديال وجهه، هو مريقل ما كيبينش لك يعني رده الفعل ديال وجهه حتى من بعد حتى فاش تقدم ليه الطبق. وتجربه كانت زوينه بزاف وتعلمنا. ما شنو هو ابنن طبق درتي؟ الطبق الاولي درت انا من نهار مشيت كندير لهم ستيك، فهمتي؟ ستيك صافي. كاين ستيكات ستيك فهمتي، كنصوتي شويه. درتي شي حاجه بلديه؟ لا دار واحد الحاجه انا غادي نقولها اللي رائعه رائعه. وجا هو الثاني في التوب توب 12، جا هو الثاني في الكلاسمون، دار واحد الضلعه محمره، واحد المذاق رائع. لي شاف عجبتهم بزاف عجبتهم بزاف. وتقريبا الشافه مريم كلات منا شي نص تقريبا. كيمشيو كيجيو كيعاودوا ياكلوا كيمشيو. ضلعه 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 عندك مع الضلعه؟ كنموت على الضلعه. حسيت الوالد الله يرحمه كان بزاف، وكان كيجيب لينا ديما. واش بصح القضيه؟ والله فريمون انا كنت مربي مش صغير، كنا كنعطيو الصماط ديال القلب فهمتي تياكلوا. تخيل المش مع المده ولا سبع في الدار ولا كيدير لينا تما فهمتي. هذاك المش مشى للبلاد، صيفطنا للبلاد يعيش تما، ويدخل على واحد الزريبه كياكل لهم القنان كيفهمشي. هذا المش اللي ربيتي انت اللي ولا سبع من بعد. وتقريبا هذوك حيت نورمالمون كتلقى بعض الناس مربين قطيطات وداك الشيء، كتلقى قطه تاكل بطاطا وتا هي كتاكل الربيع، ما كتبقاش عندها ذاك الشغم ديال المشه، كتولي حتى هي بنادم فهمتي. عطيها هذيك الفورماج لو فيغوسيون الناس. رشيد رفيق قمر، غادي نخلي الناس يشوفوا اللحظات اللي عشتوها في هذا ماستر شاف سيليبريتي، نشوفهم حالا ونعود. مرحبا. شباب يا شباب اعطينا واحد الزعفران زغبه. خص النظافة، والنظافة من الإيمان. نعم حفيظة عندك الكابون؟ لا استحيمة بوليسك، عايزة أطبخ وحدي. الفريتس الفريتس أنا جيت الزيت، أنا وصلت لمرحلة بقباقة. دابا هادي شي كتبة بالشينوية ولا شنو هادشي؟ لا هادي بالباب باب بابية باب. شو هذا صوب مرقة كتسكن في غاندي؟ ذكريات جميلة جدا. رشيد قال لي تخلقات لك مشكل في الدار مع الزوجة ديالك بعد ماستر شاف، ولات كت
ولات كتعطيني انا الكوزينه سمعت. وانا صراحه نهار دزت في ماستر شاف باش نكونوا واضحين، الحكومه الداخليه ديالي هي المدام ديالي تحيه لها من هذا المنبر. فاش ميرسي بوكو. من وراء ماستر شاف جيت لقيت يعني لقيت الفراش ديالي فين غنعس في الكوزينه. انت قمر تعرفتي في الاول بالكاميرا الخفيه اللي كانت حققت نجاح اللي هي حماقه. تماما. الناس عرفوك من خلال هذه الكاميرا الخفيه هذه، وكنعتقد هذا هو السبب اللي خلاك تختاري زوج اجنبي، لان ما كاينش مغربي غيثيق فيك. نهائيا ما كاينش ديك الهضره. ما كاينش ديك الهضره، لان الا زوج مغربي يقول لي صباح الخير حماقه. فوالا. ما جاتش. دونك هذا تيقول لك اون فرونسي. أماكا. غادي نخلي الجمهور ايضا يشوف ان اكستريم لهذ الكاميرا كاشي اللي درتي، ومن بعد غنتكلموا عليها. شوفوا. معليش من دبي. ها لا هيا قا بولي معمر. بولي معمر بكتشاب. دابا واش بغيتي فخوي دماغ؟ بغيت فخوي دماغ بشويه. بغيت فخوي دماغ بشويه، انا ما عنديش الوقت. دابا حنا كل نهار كنديروا ان فخوي دو لا ميغ. كل نهار. علاش كتضحك عليا خويا؟ علاش انا هنايا باش نضحك؟ عادي استمتعيني وما عنديش الوقت بزاف، وانت كتقولي لي فخوي دو لا ميغ وفخوي دو لا بيغ، هي غتعطيني فخوي دو ميغ، هي غادي نقول لك انا شوها. انا البارح اليوم فخوي دو لا ميغ. فخوي دو لا ميغ ان لو فخوي، ان لو فخوي دو لا ميغ، دو لا ميغ ان. دو لا ميغ ان. لو. كنديرو واحد، ما كنديروش ليه فخوي دو لا ميغ. تبدلت، تبدلت. بزاف. لا ما نقولش تبدلتي، تبدلتي. لا انا نقولها. باقي ما سولتكش انايا، اجيتي هنايا في بلاصتي. اي دابا جبتي راسك براسك. قمر سعداوي طبعا اللي شافك قبل وبعد غيلاحظ بانه كاين تغيير كبير في اللوك ديالك. هذه مساله عاديه ضروري غنسولك عليها. السنينات تبارك الله ما شاء الله. مالهم؟ كيفاش هاد القضيه؟ حيت النهار سولوك ضربتها في النكره، قلت لهم لا انا تزيدت ضربتها في النكره، قالت لي شنو هو سر الجمال ديالك؟ وهو راه باين. قلت لها كندير اليوغا. لا لا ولكن شي اللي تغير في وجهك؟ درتي تجميل ودرتي سنان؟ لا ما درت حتى شي تجميل. علاش؟ درتي تجميل. فين درتو؟ انا نقول لك ما خصنيش نقول لك دابا، لان غادي الاشاره للطبيب. وريوني وريوني فين درتو، ولا زعما فين درتو في وجهي؟ تقريبا في كل كاع البلايص. بدلت الجمجمه. شكرا. اشاره فقط. نفس الطبيب واقيلا اللي صوبت عنده حتى انا. ياك. انا وياه فرصاده واحده بحال قلتي. بحال قلتي مراد انا وقمر. هنيئا لكم. والتغيير هذا شنو غير في حماقه؟ الصراحه كتبدل بزاف الحوايج داخليا. الثقه في النفس كتولي كتحقر. شحال هذه كنت كنخبي في امي باش نضحك، لان كان داك الشيء زعما بحال يرتلى هاد القضيه. والله صراحه زعما انا عادي، انا ما عنديش مشكل نبين كيفاش كنت عادي. ولكن كاين واحد القضيه، انت فنانه كوميديه، واش فنانه كوميديه تقدر تلعب جميع الادوار؟ مثلا تعطيك دور ديال خادمه، مثلا واش الخادمه عندها السنان بيضين هكا مشعشعين زوينين؟ كاين المكياج. كاين المكياج. تمكيي سنانك. مكيي سناني. فين تدايرها؟ قريبا تشوفوها. قريبا ان شاء الله. المساله ديال السنان والله فريمون انا كانوا عندي مشكل، كانوا مسوسين، كنكون واقف مع الدراري يقدروا يقولوا نكتة، لو بغيت نضحك ندخل للدار وكنجي عندهم. فهمتي؟ رشيد رفيق وحماقه، غادي نعطيكم واحد لو جو دو ميم، غادي تكتشفوا شي حويجات كاينين هنا في هاد لي كارت هادو، ياك الجمهور غايشوفهم اون ايماج، وغتحاولوا توصلوا كل واحد يوصل للاخر لوبجي اللي كاين هنايا بالميم. يلا ثقة تهلا مرحبا. ميرسي. عملوا شي وحده كيضحك مخنزر. لا تبارك الله عليك، بدا كتعجبني انا. اللي كاش كتعجبني انا. وعلاش اختي فهمتيها بحال هكا؟ مالي ما فهمتكش. علاش ما فهمتيهاش مرتبطه ولا متزوجه؟ فهمتيها غير مرتبطه. ملي كتكوني فيونسي راه كتبدا زعما تحسي بالمسؤوليه وتعرفي انك غادي تزوجي وانك هادشي كامل كتبدا يتاسيميلي في راسك. قمر شفناك مع واحد البنيته صغيره في لي ريزو سوسيو تيقولوا بنتك بيبيا. صح بنتك؟ لا بيبيا ماشي بنتي. بيبيا بنت ماكيوز فنان التجميل كلثوم العنباري اللي هي صديقتي وبحال اختي، وانا هذيك كنحسبها بنتي تاعي. ضحكوا معاك.
شتي كاين فرق ما بين قبل وبعد؟ لا غير قبل ما كنتوش كدوها فيا، ما كنتوش كتعرفوني كيفاش كنهضر. لا لا كنا كندوها فيك بيان سور، كنا كندوها فيك. دابا تقربتوا لي اكثر وعرفتوني كيفاش كنهضر. اه وهاد بيبيه وهاد طريقه الهضره ديالك بيبيه، هذيك المهم سميها بيبيه. لا هو قمر صراحه والله والله وتقول شي حاجه. لا لا ما قلت حتى شي لعيبه قبل، هي ما تبدل فيها والو كما كنقولوا، تبدلوا السنان واللعيبات، مي ضروري هاد السنان، هاد السنان اللي تنديروا فهمتي كيديروا واحد اللعيبه فيهم واحد شويه بحال قلتي تتزاد الهضره عندك كتولي تخرج واحد السين بوحدها فهمتي، تقدر تبغي تقول الشمس تقول السمس فهمتي، نورمالمون انت كتقول الشمس. هادو هما اللي المتميزات اللي فيها. صافا عندك واتساب؟ ايتو تشوفها بيان؟ وي سا سبيغ بيان. قمر انت كتعرفي رشيد رفيق هذه مده، الا قلت لك انت هو شنو تغير في رشيد رفيق؟ حتى شي حاجه، حتى شي حاجه متغيرت في رشيد، رشيد باقي هو رشيد اللي كنعرف من شحال هادي، حتى شي حاجه. شتي راه علاش قلت لك تغيرات السيده ولا تبغي تبان ان شيشه ونشاشه؟ ما عطاتناش كيفاش كتهضر معاها؟ هذه شكون اللي كيدير هذه ديال ها هي ناري 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 يا رفيق. خليك والله تتخليك بالله، والله الا خليتها يلاه حيدا ماشي مشكل. ها هي دابا حماقه اخرى تخرج، بقيت تجبدني 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 تجبدني، شحال ولا شد راسي شحال ولا شد راسي شحال ولا شد راسي، دعيتك الله. هنا قمر طبعا تعرفوا عليك في الكوميديا، الناس بغاوك في طبعا في اللغو اللي قدمتي في الفكاهه، رشيد رفيق كذلك، ولكن انا تنتشها وكنتمنى شي نهار نشوفكم في الدراما، داكشي علاش اليوم غنطلب من سي سعيد بن تيخه يعطيني شي حاجه حزينه. لا بغيت الحزن، خلينا من تمثيل الضحك. ما نمثلوش نمثلوش، تلعبوا ليا اذا عيطوا لكم في دور انكم تلعبوا عندنا كاستينغ. واش تقبلوا هذا القديم؟ تقبلوا كاستينغ صافي، انا شي حاجه دراما دابا الا تقترحت عليك الدراما تلعبي الدراما. نقدر نلعبها الا كان الدور زوين ودرامي بزاف نديرها. يلا ثلاثة جوج واحد اكسيون. صافي عندي معك مشكل. مشيتي مشيتي وخليتيني وما فكرتيش شنو غادي نحس. فاش غادي نفكر انا؟ حياتنا بدات كتدمر بشويه بشويه، من بعد باك ما قبلنيش اني نتزوج بك، عطاك الواحد حيت عنده محلات ديال الدجاج. انا راه ما عندي زهر، انا عمري ما كان عندي الزهر. انا عندي الزهر ديما تناخذو من الحانوت. علاش ما تقدرش تكون بعقلك مره وحده وتوقف كون راجل وشوف فيا وجه نهضر معايا بصح؟ انا راجل، عقلتي نار تبسل عليك هذاك السيد شنو درت ليه؟ علاش انت باسل؟ باسل هادشي اللي عطا الله. ما تبقيش تبكي صافي، ما تدمرينيش، انا تنبغيك ولكن باك ما تيبغينيش. تبغيك جنيه ان شاء الله. باك ما تيبغينيش. شكون كيبغيك انت؟ ما بغاني حتى انا با. علاش انا بغيك انت؟ علاش باك ما يبغينيش؟ حيت انا ما عنديش. مسعود هو اللي دخل بيناتنا وفرق بيناتنا. مسعود علاش باك ما بغا؟ واش حيت انا ما عنديش امكانيات ولا حيت فقير وانتم من واحد العائله اللي واصلين؟ يلا رشيد بهاد اللقطه هادي غادي نخلي قمر تكونسونترا، واش تقدر تبكي في هاد الوقيته هادي؟ حرام عليك. ثلاثة جوج واحد قمر، عطيها موسيقى حزينة بوحدك. انا راه دغيا تنبكي، كنتفكر واحد لقات لا كليته شحال هادي دغيا نرك هنا. خليها تركز يا رشيد، خليها تركز. يلا قمر. ما يمكنش، لا حول ولا قوة. تفكر شاغل شادين البوليس. شوية عليك. ندوي معاه. ما بغاتش. شوف قمر تقدر تلعب الدراما، ولكن انت والله ما عمرك تلعبها في حياتك. بالله انا كنبان وجهي فيه تمرقين. ما يقدر يتكلم. خويا انا راه كذاك تقول واش هذا مطلع. يلا كيبدا وكيديفي وكيخرجني على السطر. لا والله تلعب الدراما، اللعبه ونتقنها. سيرتو كما قلت لك انا في البكاء كنتفكر بزاف ديال الحوايج وقعوا لي فاش كنت صغير ودغيا نبدا نبكي. يعني تفكرت واحد كنا مؤخرا سي دار حال في شي 2007 كانوا تلاقاو ليا شي شباب بقى بيناتنا شي بلان، عطاوني واحد القتله ديال العصا اللي كنقول لهم شكرا من هذا المنبر.
لدرجه وحق الله بقاو كيعطيوني فلاسه وانا ندير بحال هكا. فاش حيدت نضادر في وجهي قلت لهم بغيت نضادري ونمشي فحال هكا صافي. نضادر عندي في وجهي ولكن شكرا بنادم تيتعلم. تبارك الله. حيت اي واحد كيعاود لك شي قصه وقعت لي في الصغر كيعاود لك هو البطل، تيقول لك عرفتي شديتهم ولا ندير لهم، اما شي واحد يعاود لك شي قصه كان فيها هو الضعيف دائما ضربوني البطل. اول مره تسلختي كان سيد رحال. سيد رحال وتحيه الناس دوك الناس ديال سيد رحال زوينين بالعكس، هذوك الناس تلاقيت معاهم تما بالعكس. لا لا بخير وانا كنخيم فيها كل عام سيد رحال، تحيه لكم. درتي حكا واحد الكبسوله. كابسيلا سميتها شاف فريخ. شاف فريخ اصلا طير لي الفريخ قال لي روسيب وهذا. وهاد العام هذا بغيتني يعني نتفرغ شويه للانترنت، وابار سا فاش كيقرب رمضان كي خاص يكون عندك مبريباري على عام، حيت صعيبه كيقرب رمضان بواحد الشهر ولا شهرين كتزرب في هذاك الشيء كيولي. وهذا الشفريخ في حلقات ولا صورتي غير حلقه واحده؟ في 10 ديال الحلقات، انا يلا لونسيت الحلقه الاولى باقي 9 ديال الحلقات. مصورين ديجا ولا في اونكور؟ صورتهم هذه شي 9 شهور دابا. تبارك الله عليك. الشاف فريخ. الشاف فريخ خليكم تشوفوا مقتطف من الشاف فريخ. كيفاش كتقولها؟ فريخ. فريخ نشوفوها على نور العيون. الشاف فريخ اليوم وجدت لكم طبق خطير جدا، الحمام ديال اسماء المنور معمر باللوز ديال تاكالتا. في المقبلات غنديروا سلطه، كنشدوا الخياري كنوقعوه في هذا الاناء هذا، كندردروا عليه شويه احرار باش يجي عاجل في الهضم يعني ما يكونش فولاني. كناخذوا صحن دوار كنديروا فيه ود الحوات، كنديروا شويه الزبده غبره فوق هذا الزبادي وكنخلطوا هادشي باش كيعطينا ديك النسيمه الحر ديالو، فهمتي؟ باش الطبق في الاخر يكون خالد بناني. هاد العام العام اللي فات طبعا كنتو حاضرين بقوه في برامج ديال رمضان سواء في القناه الاولى ولا الثانيه، وهاد العام غبتو على الشاشه، اشنو السبب؟ نتفضل انا ولا تفضل تفضل. بالنسبه ما كاين حتى شي سبب، بالعكس احنا وليكيب ديالنا ايموراجي والدراري كاملين كان بعدا كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر، كنبغيو يعني نخدموا شي حاجه اللي ناخذوا فيها الوقت، فهمتي؟ يعني ما بغيناش نزربوا على المشاهد الكريم ونطيحوا في النمطيه ونطيحوا كنعاودوا راسنا. دونك الا لاحظتي انا عبد بلا مقاولات انا كاع الاعمال اللي درت لي سيتكوم ولكذا كنت كندير واحد كنغامر يعني بكل سيتكوم، ما كتلقاش رشيد رفيق اللي في هذا السيتكوم ولا في ذاك السيتكوم، بالعكس ما كنعاودش راسي. لعبت ريان، من بعد لعبت هذاك اللي ساد عينيه، من بعد لعبت سيكيريتي في الدرب، دونك لي بيرسوناج مختلف. هادي من جهه. هو في الشخصيات. بزاف الشخصيات. من جهه اخرى بالنسبه للاعمال هذا العام ما بغيناش نزربوا، فهمتي؟ عندنا لي بروجي ديالنا، عندنا بزاف الحوايج كاتبينهم زوينين ولكن تنبغيو ناخذ الوقت شويه. وكيفاش جاكم الاعمال الرمضانيه هذه السنه هذه؟ الاعمال اللي كدوز دابا في رمضان. باش نكون معاك بصراحه انا ما تنتفرج في شي حاجه وشي حاجه حتى كنعاودها في الانترنت صافا مزيان. ما نساوش ان كاع داك الناس اللي دايرين اعمال في هذا العام راه هما دايرين مجهود ودايرين دونك كنحترم اي عمل دار كنحترمو. كاين طبعا الاعمال الرمضانيه كيكون الناس كتفاعل معها سواء بالايجاب ولا بالسلب، يعني كاين الناس اللي كتنتقد الاعمال الرمضانيه، وانتم ايضا تعرضتوا لانتقادات. طبيعي انا حتى انا تعرضت لانتقادات، كيفاش انتم كتعاملوا مع الانتقادات اللي كتوجه للاعمال الرمضانيه؟ بالنسبه للانتقادات اللي كيتوجهوا للاعمال الرمضانيه فهي انتقادات عاديه، بالعكس اي عمل غير في رمضان الا لاحظنا كتكون لا دوز طالعه هذه الانتقادات. ولات عندنا عاده في رمضان نقول ننتقد. والله يا خويا كيفاش كيقرب فصل، فاش كيقرب فصل نقول فاش كيقرب رمضان واخا ما دير والو في التلفازه كتشدني واحد الخلعه. فهمتي؟ بالنسبه للانتقادات راه هما راه ضروري خصهم يكونوا، إذا ما كانوش راه ما كاين والو. أخيب حاجة في انتقادات هو يخرج لك شي واحد من الدومين من الفن معاك حتى هو ويخرج كينتقدك، خيبة. مزيانش ليه هو ليماج ديالو وكيخسر علاقاته مع الناس. تماما هذه لاحظناها بأنه كاينين بعض المرات فنانين اللي كيخرجوا بتصريحات يمكن كيبغيو يبانوا كينسى بأنه التاريخ ديالو عامر بالاخطاء
ودار اعمال اللي لالت سخط الناس، ولكن كينوض كينتقد الناس ولا كينتقد عمل. كاين ايضا اعلاميين اللي كينوضوا يهضروا هما ما دايرين والو، كينوضوا ينتقدوا ناس اخرين شفناهم. فهذا مشكل كاين، هذا مشكل حقيقي. دابا المشكل كينتقدوا هما فاش كيديروا شي حاجه ما كتكونش شي حاجه زعما اللي في المستوى، يا اما كتكون مسنكحة من شي بلاصة ولا هادشي. نورمالمون الا خبر بنادم وجا وجاب شي ابداع ديالو هو فوالا كنقولوا ليه برافو ليه من هذا المنبر. تمام فهمتي. خصنا حنا خصنا الفنانة كامل رسالة لكم من هذا المنبر، خصنا نكبروا ببعضياتنا ونشجعوا ببعضياتنا. راه حشومة كتلقى فنان تيدوي فنان خور ولا فنانة كتدوي فنان، راه اش خلينا الناس ما يقولوا العاديين. كل يبدع في بلاصته ويفكر وكل ينسى حياه الاخر، الله يسهل على كل شيء. ردوا من رطوير، ما كاينش رمضان واحد، كاين رمضان الاخر والاخر والاخر. برافو الله يخلي لكم صحيحتكم. هذا هو هذا هو الهدف. اليوم قررنا ان ندير واحد لاباغودي، اون باغودي على البرامج ديال الطبخ بصفه عامه وخصوصا ماستر شيف. غادي نشوفوا هذا الشيء كامل في هاد الصور هادو ونرجعوا. بكم ديرنا فعاليه برنامج دقيقه من الروينه، كيخدم عليكم الشاف ما شاف ديريكتور جينيرال دو موست خطيف انترناسيونال. وصفت اليوم سيداتي انستي سربيل محشو وفي الحشوه بالديسير. كنحتاجوا الملحه هذه والله ما عرفت سميتها دابا، كنحتاجوا البيض باش كيلعبوا الدراري الصغار هنا، كنحتاج من انا خاوي هادو ديكور الضوء الاحمر اللي كتجي مجموعه هاد الامور. الا ما عندكش مطيشه وزيدون كيليق الجراثيم، يقتل الجراثيم، حيت هاد الأكلة باينة واش فيها بزاف الجراثيم. كنشدو السردين كما قلنا تنقي شرائح، كنشدو البنان مباشرة، نحتاجو التفاح بهاد الطريقة سادتي أنستي. العشي اللي قلنا قبيلة الضوء الأحمر. إذا كما كتشوفوا هذه الأكلة ديالنا سادتي أنستي بصحة وراحة، نخليكم نتوما المفاجأة تذوقوها. أنا ديجا ذقتها اقسم بالله ما فيها ما يتكال، والله ما تدوش ليك معنا. انا ما عرفتش شنو كندير هنا. تاكسي دار مهزه. عاودوا لنا شويه على يعني شنو كيفاش عشتوا التجربه ديالكم في ماستر شيف سيليبريتي مع مجموعه من النجوم اللي كاين. يمكن الفنانين اللي تلاقيتهم اول مره في ديك التجربه هذيك بحال دون بيك، بحال امينوكس، ايهاب امير، كيفاش دازت التجربه؟ صراحه تفاجأت انا بزاف ديال الفنانه اللي حنا كنا كنشوفوهم غير في التلفازه وما كنتلاقاوش، ما كيجيبوهاش فرص. وجابتها فرصه ديال ماستر شيف وتلاقيت مع البيك وايهاب خويا، امينوكس، كليله، عثمان، نورا سقلي، نجاه رجوي، فاتي جمالي. صراحه انس الباز، كاستينغ كان فيه هاد الناس هادو خصك تتقرب ليهم عاد باش كتعرفهم اش كيسواو. فهمتي انسان فاش كتشوفهم في التلفازه كتكون واخد عليهم فكره، ولكن فاش كتقرب لهم كتلقاهم راه بحال دابا ظريفين ظريفين. بحال دابا انا زعمت على البيكو خديتي لي التليفون شفرتي لي خديت لي التليفون وكذا دغيا كتنسى. كيفاش هاد القضيه هاد القصه ديال التليفون؟ هو البيك صراحه كتحس به بحال خوك الكبير، ولد دربكم وكبر معاك وكيعرف يعني فنان بمعنى الكلمه، بغيتكم تصفقوا عليه والله زعما الله يعمر هذا. كيعرف ينسق بين الجينيراسيون القديمه والجديده في العلاقه ديالو كيفاش كيدوي معاك وهذا ما تيحسسكش واحد. من لقيتي مع مضحك مع البيك في تشفر لي التليفون؟ راه ضحوك البيك. انا البيك راه لا بقيت عارفه كنشدو كان تما البيك راه خطير. دابا البيك انا واحد النهار تما بغيت ندخل للريستون لابسه واحد بالغينا، قلت له واش ندخل واش يخليوني؟ البيك ويبيني واحد العجل صغير، قال لي انت راك رفيق اصاحبي واش غلط في راسك اصاحبي؟ دخول اصاحبي راك رفيق رشيد. صافي من تما بقينا شادين هذاك اللقطه ديال مره كنشد فيها انا كنقول لها راك توفيق اصاحبي واش انت غلط؟ راك بيضك على صاحبي راك توفيق اخويا. ثقات عليه من هذا المنبر هذا. تمام عثمان اش كاين تاهو تحيه ليه. تحيه لهم كاملين، تحيه لجميع الفنانين اللي كانوا طبعا في ماستر شيف سيليبريتي. انت كيفاش عشتي هذه التجربه؟ انا عشتها كانت تجربه زوينه بزاف. داك تقربت منهم كاملين تقريبا، كنا ولينا كلنا صحاب مورا التورناج، ولينا كنسولوا بعضياتنا. داك الجروب اللي كنا دايرينو الخدمه خليناه، دابا كل نهار كنهضروا مع بعضنا، كنصيفطوا فيديوهات، صيفطوا تصاور ديال الضحك.
طبعا فكنحيحهم كاملين كليله نورا جبت البلع على راسي خصني نقول لهم كاملين المهم كاع ليكيب كنشكرهم وكنتسلم على امينوكس العائل دعمي حنت انا من طنجه واخا ما كتبانش طنجويه انت اول سمره طنجويه هي انا الاصل ديالك طنجوي الوالده ديالي طنجويه وترعرعت في طنجه والاب ديالك الاب ديالي شلح اصلا شلح ولكن كبر في الرباط شلح هي تعطيني ماشي موال امازيغي هي عندي تعطيه شي موال امازيغي لا لا بالعكس تفخو على قمرها فكل ما مري شفتك تتغني اليوم حصريا ها يلا افوس افوس ما كنعرفش نغني امازيغية بارك الله عليكم تحيه الامازيغيين كاملين وتحيه لجدودي ولجدود جدودي وتحيه للشلوح كاملين رمضان مبارك سعيد سير هي هي هو انت لا لا بناتي سعيد راه رشيد رفيق عنده ديك عنده شي مواويل يا سلام اه وي انا بغيت ندير الشموال تاكلي وتشربي وانا حرارت عليا وعيط انا على سلمي وعيط انا على سلمي ابو لا يلبختار وراح نسوى يا هلا وي 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 هي ربحت الله انا كيعجبوني دوك الديسك ديال قولوا لا لا غيتام ولاتي بارارارين جدك في العشيق قولوا لا لا غيتام ولاتا تحيه لهذا اللون هذا انا ما حافظش تحيه لهذا اللون هذا زعما اللون هذا شنو اللون ها وعلى ذكر هذا اللون هذا اليوم حاضر معنا واحد البنت تبارك الله اللي عندها واحد الصوت جميل وكتغني هذا الفن ديال الملحون اللي غنكتشفوها كموهبه في اخر حلقه اوه لا لا فرانس اوه فرانس دابا غندير معكم واحد التجربه عندها علاقه بشي حوايج عندهم علاقه بواحد الاختبار كنتو كديروه تما اللي هو اختبار التذوق الله اكبر ناريش وانتم عينيكم مغمضين وغادي نشوف واش غتعرفوا على هاد المواد هادو هادشي كامل غنشوفوه بعد الفاصل تبارك الله عليكم الله يحفظك اللي عجبني فيك انك يعني واخا معلقه كبيره تبارك الله ديال الحر ولكن ما تحركتيش ما تحركتش هي تحركت الداخل زعما يقدر تؤدي الى امراض اخرى ولكن الحمد لله ماشي مشكل انا سي رشيد رفيق خويا ما نكرهوش انك تختتم لينا بشي اغنيه من اغانيك الجميله واخا مرحبا صراحه تحيه لكم كاملين تحيه لرشيد الشو تحيه للجمهور اللي سهر معنا مسكين شكرا بزاف ماشي حاجه شعبيه في اطار مولاي المختار ورحنا الزوار واش درت انايا انت تما مولاي انا حيت ما كنعرفش نمشي مع الموسيقى ولكن بشرط الا غنيتي خصها تغني حتى هي ولكن شنو يغني وانا مخبرش هذا الشيء اللي تطاري لا غني ديسك باين مولاي هو غيغني ديسك وانت غتغني ديسك نغني ديسك يلا سير خاطر رشيد رفيق يلا سير على مولاي المختار وراح نزوار هذا راسي دو تعبي
قمر شنو تسمعين انت؟ ما عرفتش منيت ولا بالضحك. شوف والله الا بصح نيت اسمح لي رشيد قاطعتك والله الا قمر عنده صوت واعر في الغربي في داك الشيء ديال ايفر لايك تطير في هاد اللعيبات والله الا عنده صوت جميل. يلا يلا تصفيقه على قمر. Settled down and you found a girl and you're married now. I've heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? High from the light. Thank you. Thank you very much. هادشي غراسياس. هادشي واش قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ هذا اونتخ ميدي دو. تبارك الله عليك. اهلا بكم، شكرا لكم قمر سعداوي ورشيد رفيق اللي حضرتوا معنا ونشطونا في هذه الحلقه. كنعتذر مره اخرى للجمهور على صوتي مريض ما نقدرش نتبنى معكم الريتم ديال الحلقه. شكرا لكم. انت انت سي رشيد الناس كيحبوكم كيما انت. الله يحفظك. الله يكمل عليك بخير. شكرا على التشجيع ديالك للشباب وعلى الاستضافه ديالك بعد الحالات. بغيت نقول لك من هذا المنبر فريمون برافو برافو ليك والله يسهل عليك والله يبعد عليك العديان. امين امين. شكرا للفرقه الموسيقيه سي سعيد تحيه لاسماعيل والدربنا تحيه لكم كامل. كنبغي نشكركم مره اخرى وكنقول لكم رمضان كريم وعليكم السلام ان شاء الله ونتمنى نشوفكم دائما في تالق. شكرا ونجاح ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في الاعمال الجايه ان شاء الله. وانت كذلك. غادي نستقبلوا طبعا كيف ما جرت العاده موهبه في اخر الحلقه اللي غتغني لنا واحد الطرب جميل اللي هو طرب الملحون. استقبلوا معايا بحرارة عفاكم فاطمة الزهراء. روفيا فالفاطمة أورنتي ختي فرشوا بالشومة ذوب القدام ونقول لي أفاطمة زطمي يلي داويت جسمي عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا باهية قدامي والرقيب بصرو عامي ونحسوك في الفلو وانا معاك تحت غيابي.